مساء الخير عليكم في برنامجنا الجديد قعدة بلدي. طبعا بظروف البلد اللي احنا فيها احنا قلنا نعمل فقرة لازم تخرجكم اللي انتوا فيه. طبعا ربنا يعافينا يا رب ويحافظ على مصر وعلى شعب مصر. وطبعا انا عايزة اقول لكل ام كل سنة وانت طيبة. طبعا احنا النهاردة فقرتنا الفقرة بتاعتنا جديدة، بنشوف فيها الفن القديم والفن الراقي، بنحاول نعمل لكم اي حاجه كده تخرجكم اللي احنا فيه. طبعا احنا معانا في الاستديو معانا ومعاكم حماده الطاير ومعانا ابانوب. طبعا عايزه ارحب بيك الاول، اكلم المشاهدين واعرفهم بنفسك. اهلا وسهلا بيكم، انا حماده الطيار مش الطيار. معلش انا بغني كده على قد يعني، و في الاساس موديل وبغني كده بس لسه ربنا ما اردش يعني الواحد يتعرف شويه يعني. لا ان شاء الله من برنامجنا يا حماده بص هتلاقي الف مين هياخدك على طول. نص العقد معاكم. ابانوب. انا ابانوب ممدوح، عازف عود، عندي باند كده تخت شرقي اسمه طربوش الاحمر، تخت الطربوش الاحمر، وبرضه يعني لسه ما اشتهرتش يعني ولا اي حاجه. اهلا وسهلا بيكم. طبعا احنا فقرتنا من دنيا الاحتراف، فقره قعده ولاد البلد، عايزين نستمتع المشاهدين النهارده. طبعا انتوا شايفين ظروف البلد عامله ازاي، فاحنا عايزينهم بقى يتبسطوا. ونبتدي بحماده الاول. طبعا انا عارفه ان انت كنت موديل، عايزه اعرف ازاي من موديل بقيت مطرب. والله كنا بنروح اي تصوير كليب كده بقعد اغني مع الكرو كله، والمطرب طبعا قاعد بقى، مطرب يسمعك، مطربه تسمعك، طب ما انت بتغني كويس، طب ما ليه ما بتعملش مش عارف ايه، صح. ليه مش ايه. فطبعا من هنا بقى ابتديت ان انا ممكن ان انا اعمل اغنيه، اعمل دعاء، دعاء ديني مش عارف يعني، حاجات كده اللي هي مش تكلفه عاليه، تكلفتها بتبقى بسيطه، مع اصحابي برضو كده. فكنت بعملها كده ليا انا يعني، ليا كشخص بعملها لنفسي وبتاع، بتتسمع يعني. بس انا شايفاك ان انت ليك علاقات جامده جدا مع الفنانين والفنانات ومبهدل الدنيا كده، يعني ايه بقى؟ ايه الحوار والله ده؟ والله يعني تقدري تقولي حب الناس من عند ربنا طبعا. طبعا حب الناس ده احنا كلنا من غير حب يعني الناس يعني. انا في الوسط، في الوسط ده بقالي مثلا 15 سنه ما شاء الله. اشتغلت مع، انا اصلا كنت يعني بفكل شويه، كنت بفكل شويه مع مطربين، بلعب دف شويه، بعمل تقدري تقولي جوكر في كل حاجه بقى. اشتغلت مع مطربين الشعبي دول. ايه جوكر يعني؟ انت عشان امور شويتين ولا ايه؟ لا والله ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. لا لا انا شايفاك حتى كمان في الكليبات بتطلع انت البطل، انا مش فاهمه يعني ايه الحوار ده. ما والله يعني مش، لا مش قوي كده، عشان الكنبه احنا مأجرينها معلش عشان الموضوع مش بالظبط يعني، بس هو ايه يعني من عند ربنا طبعا، ده قبل الجمال وقبل اي حاجه قبول بتاع ربنا طبعا. طبعا ونعم بالله. طبعا انا بشكرك ان انت قبلت دعوتي. والله انا قبلت بس عشان فاضي، ببقى فاضي الصبح يعني. اه طب ماشي، احنا حد لو سمحت يجي اطلع بره. في كراسي بره. ابانوب طبعا يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، انا من ساعه ما شفتك انا حبيت ان انا اختاركوا بصراحه. طبعا انا كل صحابي فنانين ومحترمين وفوق دماغي، بس انتوا من اكتر اتنين شدتوني. الطرب القديم اللي الناس فقدته فعلا، فانا عايزاك الاول تحكي لي قصتك، دخلت ازاي بقصه العود، وبعد كده نسمع المشاهدين بقى نطربهم. يعني هو انا دخلت قصه العود من مثلا 15 سنه. كنت وانا في ثانوي كده في المدرسه، كنت بحب ادخل اوضه المزيكا دايما يعني، فشدني العود، اصريت ان انا اتعلمه. يعني انت دي كانت هوايه عندك؟ كانت هوايه. وبعد كده يعني فيما بعد بكام سنه دخلت بيت العود عند استاذ نصير شمه، وتعلمت عنده كده شويه حاجات، بس ما طولتش يعني، انا ايه كان واخد وقتي كله، فانا ما عنديش وقت، في مسؤوليات تانية جنب ان انا اعزف عود وكده يعني. فما طولتش فيه، واسست باند كده معايا رق وطبلة وناي كمان.
ما شاء الله. وفي قانون. يعني انت كمان في فرقه؟ انا معايا بند بتاعي يعني. طب حلو قوي. حاجه قديمه بقى عشان انت لو المشاهدين بقى هم هيقولوا رايهم ولو عجبكم هنسيب الارقام التليفونات عشان تتواصلوا معاه. وبرده نفس القصه حماده الطيار. اطلع بقى باي حاجه بقى كده يعني شعل للناس كده وخليهم يتبسطوا. شعل انت. يلا نقول حاجه مع بعض. نقول حاجه مع بعض. اوكي سمعكم بقى بمناسبه القعده البلدي. احنا بلدي على الاخر. تمر حنة بقى. خليتي بينا وبعدتي عنا يا تمر حنا يا تمر حنا خليتي بينا وبعدتي عنا الورد كله كسل جناين مش معنى انتي انتي اللي شردة منا الورد كله كسل جناين مش معنى انتي انتي اللي شردة منا قال يا تمر حنا يا تمر حنا نسمع حاجة كده لأبانوب نشوف بقى نختار يعني حمادة لا ولا طبعا أنا ماليش دعوة بالغنى يعني أنا ممكن أقول حاجة بمناسبة عيد الأم يا ريت طبعا زمان سهرتي وتعبتي
كل سنة وأمي طيبة طبعا، وكل أم توفت الله يرحمها. طبعا عايزين نخرج من المود ده، سمعنا حاجة عشان أبانوب خلاص، أنا الميك اب هيبوظ عشان أنا أمي ميتة، حرام عليك. الله يرحمها. خرجنا بقى نقول في موال كده، يعني أنا كنت بحبه، بيقول ألفين مساء الخير عليكم يا عزي خلاني، لما رأيكم قولوا فتحدد التاني، عشمتني بالحالة خرمت أنا وداني، لا الحالة جاني ولا كلام الناس، كلام الناس كفاني، انا لولا ربي لطف بيا ونجاني، لكان علي الزكي انخطف للآن ولا جاني، قالوا راجل ولو بيت وده ينظر للحرام تاني، ده يستحق الأداء مفيش كلام تاني يا ليلي. الله الله. لا خرجتنا، انا بعشق على فكره الموال ده جدا، انا واحده من الناس حافظاه والله العظيم بجد. عايزه اقول لكم ان الحلقه جريت مش عارفه ازاي، خلصت كده والله العظيم انا مش عارفه ازاي، يعني بس دايما القعده الحلوه بتخلص بسرعه. طبعا يا جماعه الحلقه دي استثنائيه، طبعا كظروف البلد احنا ولا فرشنا ولا اي حاجه، فطبعا احنا عايزين اغنيه انتوا الاثنين ختام البرنامج. وطبعا مش هينفع المره دي، طبعا هستضيفكم مره تانية باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله، بس نيجي بقى في الجنزه يعني بالجلاليب بقى وبتاع. بالجلاليب بقى وهتبقى قاعده غير كده خالص، نجيب رنجه بقى وبتاع والله. هو طبعا انت شايف ظروف البلد عامله ازاي، فعشان كده الاستديو مش متظبط والله، فدي حلقه استثنائيه يا جماعه. الاسبوع القادم ان شاء الله هتلاقوا حاجه تانية خالص، والختام مع حماده مسك بامر الله. طب يلا سمعونا. حابس حاجه حلوين حلوين من يومنا. اوكي يلا حلوين عشان القعده بقى الجميله دي. ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي.